عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير بسم الله وتوكلنا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خرجت راني صورت معكم الليدل وداك الشيء اللي جايبين. جبت معايا شي العباد قلت نصورهم معاكم. داك الشيء المهم، هادو راه دايرينهم كشتهم تاع دوك الماكينات اللي كيحيدوا الهواء اللي بغيتوا ديروا فيهم. هذيك الماكينه اللي كتصم ديال اللحام وداك الشيء. بغيت نشارك معكم هذه راه جابوها، راني صورتها معكم. لا مايونيز فيغانا ديال وديال الروز، مصايبه بالروز، ها تكون ريزو يعني صحيه زوينه وما غاليهش. راه صورتها معكم في اسميتو. شفت معايا هاد الثومه، مره كيجيبوها ما كيجيبوهاش ديما في الليدل. هاد الثومه راه دايرينها في الماء، زوينه وكبيره وما فيهاش شي ماده خايبه. هادي شفت معايا هاد الثومه قلت نشاركها معاكم. وشفت معايا هاد الفروماج، التلفيطه زوين. هاد الفروماج كاين، هادو كاين على غريكا بحالو بحال الفيطه بجوجهم. انا نوريكم الطريقه، انا كنحيدو من هنا وغادي نديرو في التشوبينه وندير معاه زيت العود والزعتر، تيجي هائل وشي حاجه زوينه. هادو كلهم خديتهم كي قلت لكم من ليدل، وهذا الا لقيتوه راه ما كيكونش ديما، تيجيبوه مره. هذا ديال لودو انتيمو بيو، زوين زوين، مصاوب بالروزمارينو وبهذاك ازير وبالزعتر وبالنعناع. زوين زوين بزاف، تيكون هي مره. لقيت فيها انا جوج، خدات واحد السيده شكرتو ليها وخديت انا هذا. فما لقيتو تنجي منه جوج وثلاثه، وراه عاقد واحد الدرجه ما كيتصورش. نقدروا نستعملوه كابانيوس كيوما بان دو دوش. دست الكوب وانا نقول لقيتهم دايرين هاد جيلاتين، هاد اغار اغار، هادي راه نبات ماشي حيوانيه، حلال. المهم انا لقيتهم ناقصين فيها، دايرين فيها 50% في الكوب. راه خديتها ها هي دايره اورو، خديت منها ثلاثه، ها هي اغار اغار. المهم انا راه كاينه في امازون، ولكن في بيولوجيكا انتم كتشوفوا، ولكن في امازون غاليه. نسيت ما شاركتش معكم، راني صورت معكم هاد الخميره ديال الحلوى بيو، لقيتها في الليدل. جبت منها غير هادي، فيها ثلاثه ب 99 سنتيم. غادي نجربها اليوم ان شاء الله في الكيكه، الا صدقات ها هي يا غادي نقولها لكم. المهم الا خمرت الحلوى نمشي ناخذ منها. مصايبين اللهم ناخذوا شي حاجه مزيانه. هذا الشيء اللي كاين، يلا ندوزو باش نكملوا مع بعضيات. هانتوما هو الفرماج، شتو صافي وتتغطاو عليه، ما تيخسر ما والو. وقت اللي بغيتو كتهزو طريف، وفي واحد اللذه زوينه. راه كنا كنعرفو الفيطه كي دايره فيها، لان كتجيني فيها بحال مصايبه تاع بحال مصايبه في الدار ديال البن. ايوا هذا الشيء اللي كاين، يلاه نكملو ان شاء الله. دزت بغيت نحضر معكم واحد سلاده ولا المهم ديروها مرافقه لشي حاجه درتوها. لكن كنتو دايرين الحوت ولا دايرين شي حاجه وكان عندكم هاد المكونات، نخرجوا شويه من زعلوك ومن حيت انا من عشاق الدنجال. المهم عندنا غادي ندير شويه ديال الشامبينيون اللي عنده معلب يديرو. وهنايا عندي هاد مطاشه لي طوماط سوريز، واحد فليفله حاره، وغندير واحد جوج دروس ديال الثومه والملحه والبزار، واللي عنده الحبق يديرو. المهم وهادي هنا الدنجال اللي بغى يقليه انا غادي نديرو، درتو هكاك في المقله، ما غاديش نقليه، غادي نضيف عليه شويه ديال الزيت هكا غير شويه، وغادي نخليه يتحمر مزيان. غادي نقص عليه باش يجي بحال تقريبا بحال مقلي. غادي نغطي عليه حتى وامين طون كنقلب، نغطي عليه باش يطيح وامين طون وفي نفس الوقت يتحمر.
صافي ها هو الدنجال بعد ما وجد لينا نتوما كي تشوفوا راه كيجي ها نتوما ناشف وتيجي بحال فيه بحال مقلي. هذه هي الفكره، نقصوا عليه وديروا فيه نقطه الزيت وخلوه تيجي بحال مقلي، واللي بغى يقليه راه يقلي. هنايا غادي نشد المقله، غادي ندير فيها لي شامبينيون ما حدا سخونه، ندير واحد شويه الزيت حيت راه درت نقطه الزيت مع الدنجال لما يجينا مزيان. غادي نشد هاد جوج دروس ديال الثومه غادي نضربهم بحال هكا وغنلوحهم مع ديك مع لي شامبينيون، نخلو الشامبينيون تيتقلاو لينا مزيان ونديرو مطاج. صافي هنا هو تقلى لينا داك الشامبينيون كي كتشوفوها نتوما حتى اللون ديالو تبدل. صافي غادي ندير معاه فلفله حاره، اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش بلاش، انا غادي نديرها. وغندير هاد الطما هاد مطيشه، هاد مطيشه صغيره كتكون بنينه، واللي ما كاين اللي ما متوفرش ليه راه غادي يدير مطيشه العاديه. صافي غادي نتسنى طيح شويه عاد اخر مرحله نديرو الدنجال، حيت الدنجال ها نتوما كي تشوفوا معايا راه طيب. صافي هنايا بعد ما طاحت لينا ديك مطيشه شويه غادي نضيف، صافي في هذه المرحله غادي نضيف الدنجال. غادي ندير دابا الملحه حيت ما درتش الملحه، وغادي نضيف شويه ديال الابزار. صافي هادو هما التوابل اللي راني نديرو، غير شويه اللي بغى يديرو يديروها نتوما، راه انا درت غير شويه مع دايره تما الحار. صافي وغادي نخلي هاد العناصر تتنسجم مع بعضياتها مزيان، وفي اخر مرحله من قبل ما نطفي عليها نتوما غتشوفوا معايا غادي نضيف الحبق. شوفوا ما شاء الله تقولوا واش ورقه تاع السبانخ. شوفوا الحبق عندهم هنايا قداش هذا اللي كي لقيتو زوين عندهم هكا، غادي نرميهم هكا باش من بعد نحيدهم، واللي بغى يخليهم يخليهم. صافي نخلي هذه حتى تشحر مزيان وها هي واجده. هانتوما هو بعد ما وجد لينا داك الدنجال نوريكم، شوفوا كي تيجي راه تيجي لذيذ، تيجي هائل. وشي حاجه انا كنت بغيت نحيد دوك المعرق تاع الحبق، صح ما غاديش نحيدهم انا غادي نخليهم، راه تيجي هائل كي قلت لكم، مرافق لاي حاجه درتوها، الحوت بيستاك شويه الكفته في المقله. المهم نتمنى ان شاء الله تكون راقتكم هاد المقيله. هانتوما الشكل النهائي ديالها بعد ما حطيناها في الطبيصيل، نتمنى ان شاء الله تجربوها. وراه انا ما درتش فيها لا مرقه لا والو، كيما شفتوا المراحل راه تبعتهم درتهم معاكم كاملين. واللي بغى يدير فيها شويه ديال المريقه ولا شي حاجه عنده الوليدات تيبوت تغماس ولا، المهم راه غادي يديرها. وشكرا لكم.